سلمى المسيح، مشاهدي قناة الحياة، برحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة. أيضا برحب بمشاهدينا على صفحة الفيسبوك مباشر الآن. كل سنة وحضراتكم طيبين. الكنيسة الغربية احتفلت بعيد القيامة الأسبوع الماضي، لكن الأسبوع ده تحتفل الكنائس الشرقية كلها بعيد القيامة أيضا. المسيح قام وأقامنا معه. كل سنة وانتم طيبين. المسيح إلهنا جاء ليخلص شعبه، فعاش في وسطنا وجاء ليصنع خيرا. كان معروف بأنه يجول يصنع خيرا، يشفي المرضى، يقيم الموتى، يعزي منكسر القلوب. جاء لخاصته وخاصته لم تقبله. قدم نفسه عنا فصلب وقبر وقام وأقامنا معه. هزم الموت الأبدي، موت الخطية، وأعطانا حياة أبدية معه. أعطانا نعمة مجانية وخلاص أبدي لكل الذين يقبلونه. ولكنه أيضا المسيح محب البشر، أخبرنا باللي جاي، قال لنا على القادم في العالم، قال لنا كده: في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. إذا كانوا اضطهدوني فسيضطهدوكم أيضا. لنا مع المسيح هذه الشركة اللي هي شركة الألم. هو إلهنا وسيدنا وفادينا، تألم من أجلنا وأيضا ونحن أيضا نتألم معه. ده جزء من حياتنا. العالم يضطهد أولاد الله، مش عشاننا، ليس لخير ولا صلاح فينا، ولكن الواقع إن هذا الاضطهاد موجه ضد المسيح نفسه. عدو الخير يريد أن يرهب ويرعب أبناء الله بكل الطرق، وده واضح في كل الأحداث اللي حوالينا. يمكن يكون عندك أحداث أنت في حياتك كعابر أو عابرة تحس أن أنت عايش في اضطهاد دائم، أو كمسيحي في دول إسلامية عايش حاسس أنك عايش في اضطهاد دائم. ولكن أيضا هناك أنواع من الاضطهادات تقع على الكنيسة بالكامل، عندما تضطهد الكنيسة من أجل كلمة الرب يسوع، من أجل الرب يسوع. من أسابيع قليلة اتكلمنا وعزينا ونددنا في موضوع حادث الجامع في نيوزيلندا، وقلنا أنه ده إرهاب، وأنه ليس من العقيدة المسيحية في شيء، وليس من قلب المسيح في شيء، وده الأهم. عايزاكم تفهموا الحتة دي. قلب الله لا يرهب ولا يرعب أبنائه، بل بالعكس يقول لك: لا تخف، أنا فديتك، أنا الصخرة، ثق فيا، أنا ملجأك. لكن يعني الصورة التانية بقى، إله الإسلام بيعمل إيه مع أعدائه وأبنائه؟ العالم كله قام يعزي المسلمين، ويعني يندد ويدين ويقف جنبهم ويلبس لهم حجاب، واتكلمنا على الحكايه دي، كل اللي شفناه. وبعدين بقى ابتدى رد الفعل بمذابح في نيجيريا وحوادث هنا وهناك وقتل للمسيحيين. عايزاكم ترجعوا للحلقه اللي عملناها اللي كانت اسمها المسلمون قادمون، كانت من اسبوعين بالظبط. في الحلقة دي أنا قدمت لكم فيديو لشيخ الجامع الأقصى بيحرض الناس على القتل والإرهاب. خلينا نشوف الفيديو ده، حطيت لكم منه الجزء اللي بيتكلم فيه عن قوموا بقى، عايز العساكر بقى تقوم، وعايز جنود إله الإسلام يقوموا علشان إيه؟ يدفعوا الناس الثمن. هيدفعوا مين؟ المسيحيين. مع أن المجتمع الدولي والكنسي كله قال عن الرجل اللي عمل الحادثة دي أنه إرهابي. خلينا نشوف الفيديو ده. أيها الناس، بدم بارد وبحقد زائد يدخل المسلحون المدججون بالسلاح الحاقدون على بيوت الله في نيوزيلندا. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز وكتمهم مخرجه، وسأل الله أن يعمي على قريش خبره حتى يبغتهم
في بلادهم. هذا هو الإجراء الحاسم المناسب لمثل تلك الجريمة النكراء. واليوم لا جواب على هذه المجزرة وعلى تدنيس المسجد الأقصى، لا جواب بالتباكي ولا جواب بالخطب، إنما الجواب موجه ويجب أن يكون من ضباط جيوش بالرغم من ان العالم كله وقف يدين هذه الحادثه ويقول الراجل ده ارهابي، ده مش مننا، احنا لا نعتنق هذا الفكر، لكن ما زالت صدور المسلمين مليئه بالغضب. فيقول لهم بقى اله القران: قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. مشكلتنا بقى مع كلمه يشفي صدور قوم مؤمنين دي، مؤمنين بإيه؟ مؤمنين بالقصاص، مؤمنين بالإرهاب، مؤمنين بالجهاد، مؤمنين حطوا بقى يعني بالقتل، هنشوف ملامح كثيرة لهذا الفكر. لكن التحريض دائما ينبع من آية قرآنية، من مفهوم عقائدي يعني راسخ في هذا الفكر. هل المشكلة كانت في خطيب الأقصى أو غيره فقط؟ طبعا لا، طبعا لا، المشكلة في الفكر نفسه، في اللي بيقول لهم أنا قاتلوهم واذبحوا وأثخنوا وأنفروا واعملوا بقى كل، هتشوفوا الآيات والأحاديث الكتيرة اللي جاية دي، علشان يشفي قلوبكم. المسيح يقول لك اغفر. الله الحقيقي اللي عايز خلاص البشر وعايز صلاح الناس يقول لك اغفر، سيب لي أنا ليا النقمة، أنا أجازي يقول الرب، ما تعودش تقول لي اشفي لي قلبي. الموت لا يشفي غليل، الدمار لا يشفي غليل، إلا يشفي غليل إله الإسلام فقط، لأنه كان قتالا منذ البدء. دي ده اسمه، ده صورته، ده طبيعته. فعلشان كده بيحط ده في أتباعه. وانت النهاردة تختاروا انكم ترفضوا هذا الفكر، فترفضوا ان يكون في حياتكم يعني فكر شرير بهذا المنظر. من يومين قاموا بحادث سريلانكا الإرهابي، ردا على اللي بيقول لك حادث سريلانكا ده مش حادث إرهابي وملوش دعوة بالإسلام وكده. يعني معلش، خلي رأيك لنفسك وخلينا نشوف الأحداث بتقول إيه، من قاموا، من أرسلوا، الوسائل اللي عملوا بيها، الناس اللي استهدفوهم، كل ده بيقول إن ده حادث إسلامي إرهابي. قتل أكتر من 350 واحد، كان العدد أول يوم 200، دلوقتي وصلنا ل 350 فما فوق، وأكتر من 500 واحد جريح. 3 كنائس مكتظة بالمصلين، رجال، نساء، أطفال، بحور من الدم، بحور. أنا الحقيقة تعبت من كتر ما اتفرجت على فيديوهات فيها ناس متألمة، ومش عايزة أحط لكم أكتر. ادخلوا على الفيسبوك تقدروا تتابعوا كل الأحداث على صفحة المرأة المسلمة هناك. 8 انفجارات، إرهابيين فجروا أنفسهم في الكنائس والفنادق اللي مليانة بالسواح، طبعا لان السواح دول كفره برضو. الكاميرا صورتهم 2 منهم اللي العالم كله بقى بيتكلم عنهم دلوقتي. الاثنين دول غالبا كانوا اخوات واولاد واحد مليونير يعني في باكستان، وراحوا وعملوا هتلاقوا الثمانية موجودين، هتلاقيهم برضو على الفيسبوك على المرأة المسلمة، تشوفوا داعش وهم بيحلفوا ويعني بيدوا ولائهم للبغدادي، ورجعوا عملوا التفجيرات دي. الإرهاب ملوش دعوة بفقر ولا غنى ولا تعليم، الإرهاب في القلوب، لانك لما تزرع الفكر الشرير الشيطاني هينتج عنه ده. ولما يكون الانسان بلا رجاء، انا مشفقه عليهم لانهم بلا رجاء لدرجه انهم يعملوا كده، ومش بس يفجروا نفسهم في الناس، لا ده كمان واحد منهم مراته فجرت نفسها، هي الحامل هي وعيالها، والبوليس اللي راح يقبض عليها. قتلت 4 اطفال ابرياء. ايه الفكر ده؟ دي عقيدة الموت، هذه هي عقيدة الموت.
الكاميرا صورت الإرهابيين اللي كانوا في الأوتيل وهما بيضحكوا مع بعض وهما في البتاع، وخرجوا بقى راحوا مفجرين نفسهم في الناس. شوفوا بقى الفيديو اللي جاي ده، واحد إرهابي لطيف كده ظريف، هنشوفه. شوف الفيديو، ادي الإرهابي ماشي اهو، ها شايل، بصوا هو بيلف حالا كده، هتشوفوا حجم الشنطة اللي هو شايلها من قدام ومن ورا. يعني انا مش فاهمة مين يبص على الراجل ده ما يقولش ان هو مش شايل متفجرات. عشان كده الكنيسة دي مات فيها اكتر من 100 نفر، او كتير، ناس كتير. وبقى نشوف بقى بيطبطب لطيف قوي، بيطبطب على البنت الصغيرة وهو ماشي، وراح داخل جوه مفجر أهلها. يعني يمكن البنت دي وأبوها وأمها نجيوا من الانفجار، بس ممكن يكونوا هما ماشيين انفجر فيهم التاني، يعني محدش عارف. بصوا داخل كده بيتمشى، الناس بتتعبد واقفة عينيها على التعبد اللي هما رايحين يشكروا ربنا عليه اليوم اللي بيحتفلوا فيه. وبس خلاص دخل الإرهابي في وش الكنيسة، لازم يدخل في وش المذبح، أطفال وجثث، ستات ورجالة، أمور شيطانية. دول وأفكارهم زيهم زي الضحوك القتال. محمد يقول كده، أنا الضحوك القتال، أضحك وأقتل، أطبطب على رأس الطفل وأقتل. مئات القصص اللي تقطع قلوب الحجر، صور وفيديوهات ما تخليكش تنام الليل، اباء وامهات مكلومين واطفال بلا عائل ومش فاهمين حاجه، شايفين صوره الطفل ده والتابوت بيطبطب على امه، وبعدين يقعد جنبها ومش هيسيبها، هيفضل جنبها لاخر لحظه. حرم من امه وهي حرمت من الحياه وهو مش عارف ليه. السؤال بقى، يا ترى انت وانت فاهمين؟ الطفل ده حياته اتغيرت الى الابد، لكن الله يسوع المسيح ساجد له مخرج. لكن انا وانت علينا مسؤوليه هنسال عنها امام الله. المشاهد دي من الحاجات اللي بتخليني اكون متاكده ان الدور اللي بنقوم بيه دلوقتي مهم، وان الحق يحرر كما قال الكتاب. علشان كده لازم نفهم. من الصعب انك تشوف صورة زي دي وما تفكرش في ابنك او بنتك او حفيدك. هنقول كما قال الكتاب، الحق يحرر. عشان كده النهارده لازم نفهم يعني ايه الارهاب. هنتكلم عن الارهاب، الارهاب الاسلامي اللي اتكلمنا عنه كتير. عنوان حلقه النهارده هو برضو سؤالي ليكم النهارده، الارهاب عاده ام عباده؟ ايه الفرق بين الارهابي ده اللي قتل الناس في الجامع والارهابي ده اللي قتل الناس في الكنيسه؟ ايه الفرق؟ الفرق بين ده وده ايه؟ يا ريت نخرج مع فاصل ونرجع تاني. على ما تحضروا فاصل بس اخد دقيقه، عايزاكم تفكروا في السؤال اللي بقوله ده. الارهاب الاسلامي عاده ام عباده؟ كل مسلم ومسلمه بيسمعوني النهارده، عايزك تسال نفسك، هل الارهاب ده له معنى في حياتك؟ انت بترفضه ماشي، لكن هل تقدر انك ترفض الجهاد الاسلامي؟ سؤال. نخرج مع فاصل. قناه الحياه عملت لك اب مليان فيديوهات بتجاوب على اهم الاسئله، تقدر تشيرها على فيسبوك، تويتر او جوجل بلس، وكمان تقدر تتفرج على البث الحي للقناه من تليفون. ادخل على جوجل بلاي او اب ستور وداونلود الاب على تليفونك وخليك متابع معنا. قناه الحياه، الحياه.
خلينا نرجع تاني نسأل سؤال الحلقة النهاردة، وعنوان الحلقة: الإرهاب عادة أم عبادة؟ سألتكم إيه الفرق بين الإرهابي اللي قتل الناس في الجامع والإرهابي اللي قتل الناس في الكنيسة. الوازع الديني اللي عند الإرهابي اللي بيقتل الناس باسم الإسلام يختلف، لأن الراجل اللي قتل الناس في الجامع ده عنده وازع اجتماعي وثقافي خاص به وبمجموعة صغيرة جدا، لكن الإرهابي المسلم يقتل الناس باسم الدين والعقيدة، انتقام، قصاص، أو علشان أعدوا لهم بقى ما استطعتم من قوة ورباط الخيل ترهبون بعدو الله وعدوكم، لأنه هذا الإله يريد أن يلقي الرعب في صدور الناس. العمل بتاع الإرهابي اللي قتل الناس في الجامع ده يعني ده اضطراب اجتماعي، لكن عمل الإرهابيين اللي بيفجروا نفسهم في الناس في الكنيسة دول، الإرهابي المسلم ده يمثل أيديولوجية، فكر. الاتنين بقى بيلتقوا في حاجة واحدة الإسلام قررها، وهي فكرة شيطانية برضو، هي أنتم الأعلون وإلقاء الرعب في قلوب الناس. فكرتين: أنتم الأعلون دي أنتم بقى يعني دايما المسلم عارف أنه هو الأفضل، الرجل الأبيض العنصري ده برضو هو فاكر أنه البيض العنصريين هم الأفضل، بيلتقوا في ده. لكن الاثنين يلتقوا في فكرة أنتم الأعلون وفكرة إلقاء الرعب في قلوب الناس. محمد قال كده: قد نصرت بالرعب لمسيرة شهر. هنشوف الشيوخ يقولوها في كل مرة يتكلموا عن الإرهاب، وكأنها حاجة كويس إنك ترهب الناس اللي حولك، دي حاجة كويس. الإرهاب الإسلامي إيه مصدره؟ من قننه؟ ولماذا أصبح جزء من سيكولوجية المسلم؟ نقبله، ممكن ما تسميهوش إرهاب، لكن تقبله وتقبل الضرر اللي بيقع على الغير ده بكل سهولة، بس ما تسميهوش إرهاب، أو تقبله لأنه مش أنت اللي عملته، حد تاني، بس كويس ربنا شفى قلوبنا برضو. يمكن أنت ما تطلعش تفجر بس تكتب تويتة تقول الحمد لله ربنا شفى غليلي. كم منكم ابتهج لما شاف الخراب اللي حصل ده؟ وفي منكم ناس كويسين ولطاف برضو وكل حاجة وعندهم ضمائر حية وما يحبوش يشوفوا الأذى ده. يجب أنك تخرج من هذه الديانة اللي بتقود الناس لهذا الأذى، يجب أنك تترك هذا الفكر. لو كنت عايز تبقى إنسان سوي ومستقيم أمام الله حسب يعني المقاييس الإنسانية حتى فقط، يجب أنك تنكر هذا بالكامل. ممكن الناس تقول لما أقول إنه الإرهاب أصبح جزء من سيكولوجية المسلم، الناس تقول لك دي مبالغة أو اتهام باطل، لكن خلينا نشوف الشيوخ بتعرف الإرهاب بإنه هو إيه. أوكي، إيه هو الإرهاب؟ الإرهاب يعني الحقيقة أداة من أدوات إله الإسلام اللي بيحرض المسلم بيها، زي الطفل كده، زي مثلا طفل، عايزاكم تاخدوا تفكروا معايا، لو هديكم مثل، لو انت ابنك رايح مدرسة وانت بتقول له يا ابني انا عايزك تتعلم تحمي نفسك، وتحط له أكل في الشنطة وتحط له حاجات حلوة في الشنطة وتقول له ينو خليك كويس مع الناس، بس خلي بالك انا حطيت لك عصاية او سكينة في الشنطة، لو حد ضايقك يعني دي تبقى اخر حاجة تستعملها، طلعها على طول. او المسلم كده، التعبئة الدينية اللي في ذهنه ممكن ياخد الحاجات الكويسة اللي تربى عليها في العيلة وفي البيت وكل حاجة، وبعدين في الآخر تروح بقى إيه طالعة حتة أنتم الأعلون بقى، ويطلع بقى حتة الجهاد والكلام ده كله. دي بقى إيه؟ هي السكينة المستخبية في شنطة المدرسة. خلينا نسمع في الفيديو اللي جاي وجدي غنيم بيقول يعني إيه إرهاب. تفضل. من هو الإرهابي؟ وأنا أتحدى واحد من المجرمين اللي بيقولوا علينا إن إحنا إرهابيون يقول لي إيه هو الإرهاب؟ تعريفه إيه؟
لان احنا عندنا قاعدة بتقول الحكم على الشيء فرع من تصوره. فانا لما اعرف الاول ايه الارهاب هقول مين هو الارهابي. فانا بقولك بمنتهى الوضوح وبمنتهى الصراحة، المجرمون الصليبيون والكفرة اعدائنا اعداء الاسلام ايا كانوا، ان علمانيين ليبراليين صليبيين يهود شيعة، يذكروننا بالارهاب عشان حاجة واحدة بس انا بقولها وبعني صوتي بيها واتحدى واحد يراجعني فيها، اننا مجاهدون، وعقيدة الجهاد عقيدة اسلامية، والجهاد ذروة سنام الاسلام، سنام اللي هو الجمل، ذروة سنام الاسلام اللي هو اعلى حاجة في الجمل، يعني اعلى شيء في الاسلام هو الجهاد في سبيل الله. طيب في ناس كتير منكم هتقول لي انت جايب لنا ارهابي يتكلم عن الارهاب، يعني بيعرف لنا الارهاب وهو ارهابي مش كده؟ لا، هو راجل بيقول الحقيقه، على فكره هو بيقول الحقيقه. الناس بتقول عليكم ارهابيين لانكم بتستخدموا فكره الجهاد، وقال لك والجهاد هو ذروه سنام الاسلام، الجهاد هو عبادة في قمة العبادات اللي ممكن المسلم يقوم بها. قول لي بقى الجهد في العبادة، بذل المال، مش عارف ايه، اقعد احكي كل الحاجات اللي انت عايز تحطها قبل الجهاد بقى بالنفس، ماشي كله كويس، لكن القمة بتاعتها هي جهادك بنفسك. الله اشترى من المؤمنين ايه؟ اموالهم وانفسهم. تضحوا بايه؟ اموالكم وانفسكم. انفسكم دي تعملوها ازاي يعني؟ اما تخرجوا تجاهدوا، لما تطلعوا تفجروا نفسكم، علشان يعني هي دي قمه بقى يعني سنام الاسلام والعبادات الاسلاميه. طيب الراجل ده لو كلامه مش عاجبكم وانتوا بتقولوا انه ارهابي، خلينا نشوف كده الاستاذ او الشيخ خالد الجندي، شوف كده بيقول لنا ايه في الفيديو اللي جاي. هناك فقه في الاسلام قد لا يعرفه بعض الناس، هذا الفقه او هذا فقه جهادي، وكلمة جهاد دي كلمة مشروعة وعظيمة جدا، كلمة مش مشبوهة. كلمة جهاد ليست قرينة للإرهاب، كلمة جهاد هي كلمة من أساس والعمود الفقري لهذا الدين، جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. معنى الجهاد أصلا هو بذل الجهد، المجهود، بذل المجهود والجهد هو الحقيقة، هو أصل العبادات كلها تقريبا. انت مش هتدخل الجنة سفلاء كده زي ما بيقولوا، انت هتخش الجنة قال لك هو نفس الكلام اللي قاله بنفس الطريقة، وبيقول لك انه ده قمة العبادات الإسلامية، وانه ده مش حاجة وحشة. الجهاد مش حاجة وحشة على فكرة. على فكرة الفيديو ده كان من كام سنة، اوكي؟ دلوقتي انتوا عارفين يعني من الشيخ خالد الجندي ده بيستضاف على كل البرامج اللي عايزه تقدم صوره معتدله عن الاسلام، بيسموه او انا بقى سميته كده، اديت له الاسم ده، هو الماكيور بتاع الاسلام، الراجل اللي بيحط الميك اب للاسلام، ها، بيعمل رتوش للصوره الاسلاميه. بس في حاجات ما يقدرش ينكرها، زي ما كده راح انكر الحور العين والجنس في الجنه، وبعدين راح رجع كلها تاني عشان كلوه، ما قدرش. في حاجات ما يقدرش ينكرها، بس في حاجات يختار بقى ما يقولهاش دلوقتي عشان يكمل المكياج الإسلامي. الجهاد يعني التعريف المرادف للإرهاب، لأنه العبرة مش في الألفاظ، ولا العبرة في أنت هتسميه إيه، جهاد ولا إرهاب، ولا الناس اللي برا ولا الناس اللي جوه هيسميه إيه. العبرة بمن وقع عليهم الفعل ونتيجة هذا الفعل. خلينا نفكر، انت مش من حقك انك تقرر انك تعدل العالم كله حسب مزاجك انت، حسب شريعتك انت، واللي ما يسمعش الذبح. هنشوف، خلينا نشوف الفيديو اللي جاي ده، ايه اسباب الجهاد ده. وجدي غنيم بيقولوا بمنتهى الصراحة، بس عايزاكوا توقفوا عند حاجة، غمض عينيك وما تفكرش ان ده وجدي غنيم،
أرجوك يعني غمض عينيك وما تسمعش ان ده وجدي غنيم، وشوف الكلام ده يعني يستقيم انه يكون بيقوله بعض الشيوخ مطابق للحديث والآيات والتفسير للآيات اللي بيقولها ولا لا. نشوف الفيديو. مسلمون والله عز وجل أمرنا بالإعداد، لأن احنا أمة وأعدوا سورة الأنفال، وأعدوا لهم الله بيقول لنا ما استطعتم على قد ما تقدروا من قوة ومن رباط الخيل. طب رباط الخيل دي القوة العسكرية، أمال القوة دي إيه؟ دي قوة بدنية، علمية، إعلامية، اقتصادية، بكل ما تحمل إيه هذه كلمة القوة من معاني، كما قال الله في سورة التوبة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إذن بكل مظاهر القوة. طب دي الأولانية اللي هي القوة العسكرية، أمال دي إيه دي؟ يعني هنا القوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قلنا بدنية، إعلامية، علمية، ثقافية، ومن رباط الخيل. ومن رباط الخيل إيه دي؟ دي القوة العسكرية. بص القرآن بيقول لنا إيه في سورة الأنفال، القوة دي والقوة دي العسكرية دي تعملوا بيها إيه؟ ترهبون به عدو الله، مش تقاتلون به. يعني سلاحنا اللي احنا بنعده ده احنا بنعده لإرهاب أعدائنا، لأن أعدائنا بيترهبوا مننا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر عمال يسمعوا بينا كده كمسلمين جايين يترعبوا على بعد شهر. والحديث في صحيح البخاري ونصرت بالرعب برضه في صحيح مسلم، يعني في البخاري ومسلم، بس بالرواية الأولانية مسيرة شهر دي في البخاري. إذا نحن أمة الجهاد وأمة وأعدوا، فلما يجي واحد يقول لي أنت إرهابي أقول له أنت عدو الله، أنت عدو الله، لأن الله قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به مين؟ عدو الله وعدوكم. أنا عايزة واحد مسلم النهاردة يطلع ينكر لي الآية بتاعت وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. أنا عايزة حد يقول لي النهاردة أنه الآية دي غير صالحة للعمل، ها؟ عشان الإخوان يعني خدوها شعار فأنتوا بقيتوا إيه أسقطتوا الآية دي وقلتوا لا ده بس الإخوان. لا ده مش الإخوان، ده الدين، ده الدين. اسمع كده، اسمع التفسير بيقول ايه. بيقول كده في ست مسائل بيتكلم عنها، انا هاخد لكم يعني بس في تفسير الايه بتاعت العدو دي انا هتكلم عن الجزء الاول. يعني بيقول النقطه الاولى كده قوله تعالى واعدوا لهم، امر الله سبحانه المؤمنين باعداد القوه للاعداء بعد ان اكد تقدمه التقوى. اوكي، فان الله سبحانه لو شاء لهزمهم بالكلام والتفل في وجوههم وبحفنة من التراب كما فعل رسول الله، لكنه أراد أن يبتلي بعض الناس ببعض بعلمه السابق وقضاءه النافذ. فالله بيبتلي الإله الإسلامي، يعني بيبتلي الناس بالمسلمين اللي بيروحوا يعملوا الحاجات دي، لأنه أراد أن يبتلي بعض الناس ببعضهم بعلمه السابق وقضاءه النافذ. اوكي، يعني وكل ما تعد لصديقك من خير أو لعدوك من شر فهو داخل في عدتك. قال ابن عباس ألقوه هنا السلاح والقصي، وبيتكلم بقى عن إيه الأسلحة إيه اللي تعدوه. فبياخدوا بقى حديث عن محمد بيقول إيه اللي أنا أعده ده بقى، إيه القوة، إيه هي القوة؟ فبيقولهم الرمي، الرمي، ها، الرمي بالسهام هي دي القوة اللي انتوا لازم تعدوها. اوكي، خليني اخد مكالمة. معانا احمد من مصر، اهلا بيك اخ احمد، اتفضل. اهلا بيك يا امي، يا احلى واحدة. اهلا يا احمد، ازيك؟ الرب يباركك ويباركك ويباركك. ازيك احمد؟ عابر من مصر، اهلا بيك، ازيك؟ صدقيني انا بكيت لما انت بكيتوا. كلنا بنبكي مع الكنيسة يا أحمد، من الصعب أنك تشوف ألام الجسد وما تبكيش، لكن إحنا بنقول أن الرب يسوع المسيح هو المستحق لكل شيء نقدمه لأنه قليل. صح، الرب يبارك. ممكن تكلميني بعد البرنامج يا أمي؟ حاضر
حاضر يا أحمد، ربنا يباركك وكل سنة وانت طيب، وأرجو أنك تكون بتحتفل في وسط أخواتك داخل الكنيسة وتكون بتتقدم في الإيمان كل يوم في اسم يسوع. شكرا يا أحمد. لما دريت انك انت تعبانة صدقيني انا بكيت برضو، بكيت انا بتعبس لميت كده وجبت الحركة ولقيتك تعبانة وجالك كده والله بكيت. كتر خيرك يا احمد، بدل امين الرب ما يعني يرفع عنك اي حزن، لكن خلينا نصلي من اجل اخواتنا المتألمين، الرب يباركك. اوكي شكرا يا احمد. احمد عابر من ولادنا واحنا فرحانين بيه والرب يبارككم كل العابرين النهارده. يا ريت انكم تقفوا واقفه مع بعض وتصلوا من اجل المضطهدين حتى في وسطنا احنا، يعني العابرين اللي على الارض وفي وسط عائلاتهم برضو بيضطهدوا بنفس الطريقه، ولكن المسيح وحده المستحق لانه هو مصدر القوه والخير والرحمه والسلام. طيب انا بس حبيت اقرا لكم الحته دي من التفسيرات بتاعه واعده. لو دخلتوا كده الايه دي، لو دخلتوا بس شفتوا كم التفسيرات اللي بتتكلم عن القوة في العدة بالسلاح وبالخيل وإزاي إيه أهميتها، وإنه محمد بيقول لهم إذا إنسان مثلا أصاب بسهم واحد رفع الله درجة في الجنة، فمش عارف مين قتل 16 فبقى عنده 16، وقاعدين يعدوا يعني بيعدوا كم درجة يرفعك قتل إنسان في الجنة. ايه هي الجنة دي اللي بتطلع فيها سلالم ودرجات على اجساد وحياة واشلاء الابرياء؟ رب يعطيكم توبة، توبة حقيقية. عدوا القوة نعمل بها ايه؟ نرهب بها عدو الله وعدوكم. نصرت بالرعب، اهو قالها لكم محمد، نصر بالرعب انه يرهب الناس لمده مسيره شهر منه بيسمعوا عنه يرتعبوا، وهنشوف ليه يرتعبوا، لانه ارهابي، لانه لا يقدم في مكان الا بالشر. عارف كنت بفكر في ايه؟ واحده مثلا لو واحده متجوزه واحد بيضربها كل يوم وممرر عيشتها، وفجاه راح مسافر يشتغل بره، لما تسمع كده انه جاي تبقى مرعوبة وتتمنى انه ما يجيش. واحد بيخنقها، مسيطر على كل حياتها ورعبها وبيأسيها جسديا وممكن تموت في ايده، تبقى مش عايزة تشوفه. من هو هذا الاله وهذا الرسول اللي عندما تفكر فيه يرتعب قلبك لانه شرير، لانه لا يأتي الا بالخراب. لكن بص بقى صورة الاله الحقيقي، يقول أنا جيت علشان أديكم حياة ويديكم الأفضل وأديكم خلاص وليكون لكم حياة هنا وهناك. فرق. شوف الفيديو اللي جاي بقى والتحريض على القتال والقتل، نشوف. الله تبارك وتعالى قال في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وفي سورة التوبة: انفروا خفافا يعني شبانا وثقالا يعني شيوخا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. انفروا، وآيات كتير طبعا. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. سورة الحج آية قرآنية: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ما ينفعش تؤمن من غير ما تجاهد. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. سورة التوبة. والأحاديث كثيرة جدا جدا. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. حديث في البخاري ومسلم. يعني شايفين الجهاد يجي قبل الحج. لكن نعلم جميعا ان الجهاد ذروة سنام الاسلام، والحمد لله نحن أمة الجهاد وأمة تجاهد بس في سبيل الله تبارك وتعالى، مش عشان اي مغنم تاني، لا. عن ابي موسى رضي الله عنه ان اعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله،
أرأيت الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه. وفي رواية تانية يقاتل شجاعة ويقاتل حمية أو يقاتل غضبا، فمن في سبيل الله؟ من في دول في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. حديث البخاري ومسلم. ايه بقى هما بقى المجرمون اللي قاعدين يقولوا علينا ارهابيون ومش ارهابيون؟ بيقولوا علينا كده علشان نعمل ايه؟ نقول لهم لا لا خلاص يا اخوان احنا ما عندناش جهاد خلاص. يبقى عايزين يعملوا معنا ايه؟ تمعيز المسلمين. اعدائنا الكفار المجرمين اعداء الاسلام يريدون تمعيز المسلمين. ايه تمعيز المسلمين؟ عايزين يعملوا لنا معيز. يعني ايه معيز؟ يعني يشيل منك الجهاد فتبقى خلاص مئزة تتضرب على دماغك وعلى قفاك والاخر تتدبح. عايزين يمعزونا. لا مش احنا، مش احنا. عشان كده ما تضحوش بالدين، ضحوا في سبيل الدين. هم عايزين يشيلوا مننا الجهاد علشان يمعزونا. رضي الله عن سيدنا ابو بكر الصديق لما ولي الخلافه في سقيفة بني ساعده، سبحان الله، على طول: ايها الناس وليت عليكم ولست بخيركم، فان اطعتوا الله فاطيعوني، وان عصيتوا الله فقوموني. الضعيف فيكم قوي عندي حتى اخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى اخذ الحق منه. الصدق امانه والكذب خيانه. اسمع الحته اللي جايه: وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله الا ذلوا. الا انا قلت لكم ارجوك غمض عينيك وانت بتسمع الشيخ وهو بيتكلم، مش هتاخد بالك ان هو ده اللي معروف عنه ارهابي وممنوع من مصر وكلام من ده. يعني ده الكلام، دي الكلام حاجات كلها سوريه، يعني مش مشكله. التحريض على القتال والقتل والتنكيل فضل في الاسلام. جهاد في سبيل الله، جهدوا باموالكم وانفسكم. ما تسموه جهاد هو ارهاب. يا شوفوا كام دليل من القرآن ومن السنة ان ده هو السبيل. اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة، وسورة التوبة، وانفلوا خفافا وثقالا، وجاهدوا في الله حق جهاده، وقال ادلكم على تجارة مش عارف ايه، برضو يبقى اخرها الجهاد. جاهد واغلظ عليهم. شفتوا قد إيه؟ أنه قلب هذا الدين هو الجهاد، اللي في الآخر لا يستطيع أي إنسان أنه لا ينظر إليه على أنه إرهاب. ما تقوليش داعش، ما تقوليش الدواعش عمله، ولكن قولي محمد قال وإلهه قنن. أي العمل أفضل حط له الجهاد قبل الحج. ليه؟ لأنه هو ده اللي حيفيده هو ويفيد إلهه. طيب خليني اخد مكالمة. اوكي طيب المكالمة وقعت. طيب بيقول كده انه انتوا بتقولوا علينا ارهابيين علشان نسيب الجهاد فيحصل تمعيز للمسلمين. انا كنت فاكرة مثلا هيقول ايه اللي مش هيجهد ده ما يبقاش راجل، لا ده عملك معزة. يعني كل من رفض هذا الفكر الاجرامي، كل من رفض هذا الفكر الإجرامي بقى معزة. عملوكم معيز لأنكم مش عايزين تشتركوا بده. وأبو بكر بقى، يعني أنا أبو بكر ده كذا مرة قلت لكم الحكاية دي، أقول يعني برضو الراجل ده كان معقول، يعني كان كويس أحسن من محمد شوية برضو. لكن ما فيش فايدة، يجي في الآخر ولازم يرسي على ما هو أهم في الإسلام، ذروة سنام الإسلام. القوم اللي مش بيجاهدوا في سبيل الله حيذلوا. المسيح يقدم لنا فكر وحياة مناقضة تماما للي بيتكل عليه وبيتكلم عنه هؤلاء الشيوخ. هو بذل، لذلك نحن نبذل من أجل الآخرين. هو اضطهد، لذلك نحن نضطهد ونبارك
ونصلي من أجل المضطهدين. هو اتضع، لذلك نحن أيضا نضع أنفسنا لنظهر محبته للبشرية. شوفوا الفرق، شوفوا الفرق بين الإله الذي يعلم الاتضاع وإنه غيرك أهم من الإله اللي يقول لك أنتم الأعلون، اوعى تبقى معزة. الفرق بين ردود الأفعال في الحوادث اللي بيصاب فيها مسلمين ومسيحيين. الإرهاب هي الكلمة المرادفة للجهاد، وهو عبادة إله الإسلام. هو صمم إن دي تكون جزء من حياته، من حياة وعبادات المسلمين، لأنه هكذا يعبد الشيطان بدماء البشر. نشوف بقى علي جمعة الشيخ الرايق ده، يعني ما تفكر في علي جمعة الشيخ بتاع الشيشة اللي قاعد رايق كده وبيتكلم بهدوء ولطف، يعني يحكي الحكاية ويقولك قوم ايه بقى كده، يعني رايق، محاولة انه يزوق، ويعني يزوغ من فكرة لفظ الإرهاب ده معناه ايه، وإزاي إنه العالم بيشوفهم كإرهابيين. فشوفوا بقى التقليعة اللي طلعنا بيها، هنشوف الفيديو. بعض العلماء أو بعض أدعياء العلم يستخدم الآية القرآنية التي تقول وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، بيقول إن الإرهاب ده من الإسلام، إحنا لازم نبقى إرهابيين نرهب عدو الله. وفي العالم كله منتشر ظاهرة مكافحة الإرهاب والدعوة إلى عدم العنف، فنرد عليهم نقول لهم ايه يا مولانا، ما معنى الارهاب في الشريعه الاسلاميه عندنا؟ الرهب قد يستعمل في اللغه استعبالا طيبا، وقد يستعمل في اللغه استعبالا له دلاله سلبيه. وفي البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اغار على بني المصطلق وهم غارون، يعني مش واخدين بالهم، مش واخدين بالهم. هذه الحادثة تقرأ قراءتين، القراءة الأولى وهي الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحقن الدماء، يحقن الدماء، يهجم عليهم يمسكهم قبل ما يحصل، فأحاط بهم كل واحد مكانه، خلاص خلصنا، اقف بقى خلاص مفيش القتال بقى، ما شاء الله. فهجم عليهم وهم غارون حتى يعني يمنع إراقة الدماء، حتى يمنع إراقة الدماء، وحتى يصل إلى السلم، أي، وحتى تتم كسر شوكة العدو من غير قتله. وهذا معنى إنساني عالي جدا. فهنا ترهبون به عدو الله، هي اللي توصل إليه البشرية بعد ذلك من قوة الردع، قوة الردع، توازن القوة، مش هيحصل حرب عشان احنا أقوياء، عشان في أقوياء. فهذه الآية فيها أمر للمؤمنين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فيعمل إيه العدو بقى لما يعرف إن أنا عندي قوة؟ يبتعد عني، مش هيحارب، يبتعد عني فنسلم من القتل. حبيت بس أعلق كده في النص، هو قال لكم إيه، يعني كلام الحياة كله خداع. مين اللي قال إنه محمد لم يقتل الناس في غزوة بني المصطلق؟ هو قالها كده ولا قالها كده؟ وقال لك إيه، أصل كلمة الرهب دي ممكن تبقى حاجة كويسة وممكن تبقى حاجة وحشة، بس المرة دي كان وعد بقى إيه، دوخيني يا لمونة. بس أقول لكم، أقرأ لكم حتة عن غزوة بني المصطلق. بيقول بقى بيقول واستعد المسلمون للقتال حتى أتت الفرصة فأغاروا على بني المصطلق عند الماء وسبوا زراريهم وأموالهم، أخذوا البنات والستات والعيال والأموال، شطبوا عليهم. وفي صحيح البخاري أن النبي أغار على بني المصطلق وهم غارون، مش واخدين بالهم، أي غافلون، وأنعامهم تسقي على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى زراريهم وأصاب يومئذ جويرية. أوكي؟ قالش بقى يعني حاجة هو عن القتل، قالك لا، يعني أنا بس إيه بردعهم،
طب انت بترضعهم ولا ما بترضعهمش؟ النتيجة واحدة، انت رحت علشان تاخد الجواري عارفين النهاردة لو في قدرة الارهابيين دول ان هم يدخلوا يقتلوا الرجالة وياخدوا الستات والاطفال جواري زي ما حصل في مع الدواعش كانوا عملوا كده، لكن هو الحاجة اللي يقدر يطلع بيها انه يخلص منهم وخلاص. لكن لو كان زي ما الحويني قال احنا خسرانين النهاردة ان احنا ما عندناش الجهاد ده يعني مصدر رزق عشان بناخد السبايا فنعيش بيها، مش كده؟ او محمد عمل كده، بتضحك علينا ليه وتقول لك دي قوة الردع واحنا الحاجة اللي تعلمها العالم بعد كده كمان دي بقت بقى من الحاجات الاعجاز الاسلامي ولا الاعجاز النبوي. خلينا نكمل الفيديو. يعرف انه عنده قوه بقى فيخاف منه. بعض العلماء او بعض ادعياء العلم فيعمل ايه العدو بقى لما يعرف ان انا عندي قوه؟ يبتعد عني، مش يبتعد عني فنسلم من القتل. جميل. يبقى الايه بتدعو الى الحرب ولا بتدعو الى السلم؟ الى السلم. يبتدعوا الى السلم. جميل. وترهبون اي تمنعون، زي الترغيب والترهيب، الترغيب دافع والترهيب مانع. مانع ما شاء الله. فبيمنعني من فعل الـ 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 المعصية. النهاردة كلمة ارهاب يعني في مقابل هذا المعنى اللي هو العدوان والقتل بغير الحق و إسالة الدماء مع عدم التمييز والوصول إلى الأغراض بالقوة المسلحة الغاشمة الظالمة التي هي خارج الأعراف والقوانين، ده معنى الإرهاب كده. هذا الإرهاب في الإنجليزية يسموه تيروريزم. طيب التيروريزم ده إيه في العربي؟ أنا لو كنت بترجم كنت ترجمتها إرجاف. إرجاف مش إرهاب. لو كنت بترجم أيوه. كنت ترجمتها إرجاف أيوه. لأن المعنى الذي يتكلمون عنه هو الإرجاف في لغة العرب. الإرجاف في لغة العرب. والإرجاف ليس له إلا معنى سلبي. ما مش زي الإرهاب ليه معنى ترهيب. يعني رهبة يعني في معنى إيجابي وله معنى سلبي برضو. فأنا لما أجيب كلمة وحشة قوي كده زي التروريزم دي وما أحط قدامها كلمة وحشة قوي برضو في العربي يعني ما حد يعني أنت عايز تقولي إنه كلمة إرهاب دي يعني تخويف، يعني هل اما تقول لحد كده يعني انه ده عمل ارهابي باللغه العربيه ملناش دعوه بالانجليزي، نقدر نقول عليه ده عمل تخويفي او ده عمل ارجافي؟ المعجم بقى بيقول ايه معنى ارجاف دي؟ يعني رجف ارجف رجف الولد خوفا اضطرب اضطرابا شديدا. الاضطراب الشديد غير الارهاب ولا ايه؟ ده معناه ايه وده معناه ايه ومين الاقوى الكلمه؟ طب انت عايز تصلح الكلمه ليه؟ الخلاصه من ده انت عايز تصلح الكلمه ليه؟ علشان الكلمه دي كلمه موجوده في القران، والادانه هنا موجهه لاله القران اللي بيلقي الرعب والارهاب في قلوب الناس ويحرض اتباعه على انهم يرهبوا الناس. فانت عايز تصلح لإلهك، مكياج تاني، تنويعة بقى، يعني عايز تعمل لنا تنويعة تانية. خليني اخد مكالمة. معانا فياض من فلسطين، اهلا بيك اخي فياض، مرحب بيك. مرحب. اهلا بيك، تفضل. انا بحب اعرف عن نفسي اول شيء، انا مسلم من القدس الحمد لله. مرحب بيك. حابب اضيف نقطة. تفضل. اوضحها. تفضل. ما بنستحي من ديننا. أنا بدي أسألك سؤال. ربنا سبحانه وتعالى اللي أنت بتأمني فيه وأنا بأمن فيه، رب الكل، رب الكون اللي خلق الكون، الأقوام السالفة السابقة، أقوام نوح
واللي عادوا أنبياءهم ربنا عاقبهم ولا لا؟ كل إنسان مسؤول عن عمله. لا لا لا، ربنا عاقبهم ولا لا؟ أنا بسألك، اللي عادوا الأنبياء بس من يكسر بني إسرائيل، مش معاداة الله في الكتاب المقدس. خلينا نفرق بين قانون الله في الكتاب المقدس واللي احنا تربينا عليه لما كنا مسلمين. أنا كنت مسلمة مش مسلمة دلوقتي. أنا بسألك سؤال جاوبيني عليه. أنا هرد على سؤالك أهو، استناني. ففهمك أنه الكتاب المقدس ما بيتكلمش عن أنه الله يعاقب لأنك غلطت في حق النبي. الله يعاقب أو أنت بتاخد ناتج عملك لما تكسر قانون الله، لما تكسر قانون صار الله في... تفضل. إذن على عهد الأنبياء صار في طوفان، صار في غرق، صار في كذا وكذا وكذا، لأن الأرض كلها أخطأت وزنت عن الله. ده الكتاب المقدس بيقول كده. أوكي منيح. إذن ربنا كلف الطبيعة تقوم، أو كلف الملائكة أو إلى آخره. هي هذا نقطة خلاف بينه وبينك، إلا إنه في النهاية ربنا عاقب. يعني أنا أسألك سؤال يا أخ فضل، أكمل شوي شوي. أنا فهمت إحنا كمسلمين، بس يعني أنا عايز أفهم، هل أنت بتقول إنه الجهاد ده من أدوات عقاب الله؟ خليني أكمل نقطة نقطة، تسمحي لي؟ قدامك دقيقة عشان آخر البرنامج، اتفضل. أوكي أوكي أوكي. إحنا كمسلمين لا نستحي الجهاد ذروة سنام الإسلام، والجهاد نوعين، جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الدفع اني انا ادافع عن اي عدو بدي واجه دين الاسلام. حد بده يجي يواجه دين الاسلام، يعني بدي السريلانكيين دول كانوا بيواجهوا دين الاسلام في ايه؟ يا عزيزتي انت وانا وكل العالم بيعرف السريلانكيين المسلمين ما لهم فيها يد، واللي وده والدواعش اللي بيظهروا بالعالم يا ادوات امريكيه سي اي اي صنعتهم حتى تسيب للاسلام. ما تدينيش رايك في مين اللي عمل ده إيه؟ ما تدينيش رايك في مين اللي عمل إيه؟ كلمني. اذا في مسلم اذا في مسلم اذا في مسلم قام بهذا العمل، هذا عمل منافي للاسلام. يا عزيزتي اسمح لي شوي، اقفل لي الصوت عشان يسمعني. بص يا فياض، ما انا الحقيقه رايك لا يهم، لان القاتل مسلم والمقتولين مسيحيين، مالناش دعوه. ما تقوليش بقى 9/11 وتقعدوا. انا بتكلم على الجهاد الاسلامي، رد لي على الجهاد الاسلامي. في مما تقول، انت بتقول ان اله الاسلام يجعلك اداه دمار، تفضل. الإسلام عندنا واضح، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا تعليمات: لا تقتلوا شيخا، ولا تقتلوا طفلا، ولا تقتلوا امرأة، ولا تقتلوا رجلا، ولا تقتلوا عابدا في كنيسة. هذا ديننا. إن كان في بعض التجاوزات هذا الأمر بيحمله الشخص نفسه، ولكن دين الإسلام واضح: لا تقتلوا ولا 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 تقتلوا. فين الكلام؟ ديننا فقط للمقاتل الحربي، نحن نقاتل، هيك شرعنا. فين الكلام ده؟ فين الكلام ده؟ والراجل اللي راح قتل المسيحيين دول مش مسلم؟ مش مبعوث من دولة الخلافة ولا إيه يعني؟ you know؟ نفسهم هم. أنا هسألك سؤال، كيف يعمل الجهاد في حياتك؟ أنت بتقول إنك من القدس، أنت بتقول إنك من القدس، من حقك إنك تطلع تقول الإسرائيليين دول كفار، هطلع أفجر نفسي لأنهم معتدين على أرضك. ما بصير أفجر نفسي هيك، ما بصير أفجر نفسي هيك، نفسي برضو عند ربنا غالي. بص نفسي عند ربنا غالي. شوف أنا عايزك ترجع للتراث الإسلامي يا فضل. عندما يقول محمد لأتباعه: اللي يرمي منكم سهم يصيب بيه واحد ويقتله ياخد درجة في الجنة، تفتكر هو بيغريهم بإيه؟ لما يغري الناس بحور العين، لأنه أنت مش هتقدر على عمل الدنيا ده، مش هيجيب لك حاجة، روح اقتل وتعالى واطلع معايا في الغزوات علشان تروح تموت وتبقى مع حور العين. الكلام ده بيحرض المسلم على ايه؟ في الاخر الجهاد هو السنام بقى او القمة في العبادات الاسلامية، اعظمه هو انك تجاهد في سبيل الله برا. تسمحي لي نقطة بس؟ تسمحي لي نقطة؟ وانت حضرتك برضو بترجع الى للحملات الصليبيه اللي ذبحت ملايين البشر. الحملات الصليبيه ليس لها اساس في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس لا يحرض على القتل بل الحياه. فضل انا سعيده باتصالك، واسفه انه الوقت لازم اختم البرنامج، بس اتمنى انك تتصل في الحلقه اللي جايه، والرب يباركك وشكرا على اتصالك. فضل وقت قد ايه؟
أنا يعني مش هقدر أخذ مكالمات تانية، لكن يعني أنا فاهمة إنه المسلم بيتحط في محك. إلهي قال إن ده صح، وإلهي قال لك إنك أنت كافر، مش كده؟ فبما إنه أنت كافر وأنا من حقي إن أنا يعني أوريك إيه هو الإسلام، وإن أنا أخذ الأرض كلها لله، فهعملها بأي سلاح، مش كده؟ عايز أقول إنه الإرهاب الإسلامي هو نفسه الجهاد الإسلامي، وهو من العبادات اللي الشيطان بيستخدمها علشان ياخد أرواح الناس. الكتاب المقدس بيقول لك إنه الحياة مع الله أنت مسؤول عن نفسك فقط أمام الله، والله عايزك تكون مثال لمحبته ولفدائه ولقداسته ولشخصه هو نفسه اللي جه في الوقت اللي احنا بنحتفل بيه ده علشان يقول لك انت مهم عندي، انا هموت من اجلك علشان انت يكون لك حياه ابديه. هي دي الحياه اللي ربنا عايزك تعيشها، تكون مثل للي حولك عن محبه المسيح، عن محبه الله. وبقول لك لفضل ولكل اللي سمعوه بيتكلم، نحن لا نعبد نفس الاله، الهي مش اله ابدا. كل سنه وانتم طيبين، والتقي بكم في الحلقه القادمه.